من ابتكر الهاتف الإسلامي الذي يتلقى من يريد أن يفتي وعبر علماء الأزهر الشريف. نعم. قدمت برامج كتيرة جدا، وكنت دايما تفصل ما بين علمك وما بين، أسست قناة أزهري، فأنت بجانب علمك الديني فأنت عندك الجانب الإعلامي في مخاطبة الناس. فلما نيجي نسمع هذه الظواهر أو نقف أمام هذه الظواهر عشان نحللها، نعم، حضرتك تقدر تحط العلة فين وبعدين نشوف الظاهرة، ولا نخش على الظاهرة على طول؟ لا احنا نخش، لا من قلة علم ولا تزيد، هنتكلم على القضية بشكل عام. انت ألمحت الى كلمة خطيرة، وهي الجو العام المشحون بالتربص والتصيد. ولذلك احنا ما بقيناش طايقين بعض، مش مستحملين بعض. احنا حضرتك طالما انت مختلف معي، انا لا وسيلة غير ان اقوم بافتراسك انت نفسك واطعن في العرض والشرف والمروءة والانتماء الى اخره. أول هذه الملحوظات هو التفتيش عن القلوب والنوايا والضمائر الذي لم يفعله النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. أول كارثة وقعنا فيها بكمثال، أسهل كلمة تقال النهاردة على التويتر أو على الواتساب أو على الفيسبوك أو على أي حاجة، ده منافق. كلمة منافق دي أنا نفسي واحد يعمل إحصاء سيرش كده ويشوف كلمة منافق اتكتبت في الأسبوع ده، بس مش هتكلم بقى السنة، كم مرة بس كلمة منافق تم تداولها كم مرة في المجتمع. كلمة منافق دي لعلمك دي التمهيد المبدئي لإهدار الدم، لأنها لابد كلمة منافق هتمر بالتجريح، هتعد وهتتصاعد بعد كده إلى إسقاط الاحترام والاعتبار، أربعة إلى إقالة العثرة التي تحول بينه وبين ما يسمى عند هؤلاء الناس بالمشروع الإسلامي.